لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن كثير رحمه الله: هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما قال الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. هو تقريبا نفس نص الآية، وإن كان الإسناد فيه انقطاع، إلا أن الآية هي بنفس نص الحديث. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله عم المكلفين بالبيان وخص من شاء بالهداية، فدل ذلك على أن هداية البيان حاصلة للجميع، ولا تحصل إلا بأن يكون بلغة وطريقة يفهمها المخاطب ومثله. أما أن يقع في قلبه يعني الاستجابة والهداية فهذا لا يملكه إلا الله. الرسول يبين وأهل العلم يبينون، أما الهداية فهي لله وحده لا شريك له. قوله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم. اختص محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى سائر الناس. هذا أمر مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة، عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولو إلى غير العرب، وتقوم الحجة عليهم بلسانهم بترجمة الرسالة العربية. وهذا لأن ما جمع الله عز وجل في كتابه القرآن العظيم من أدلة التوحيد والإيمان وصدق الرسل يصل إلى الناس جميعا بأي لسان، لأنها قائمة على حجج عقلية وليس فقط على البلاغة العربية. فالحجج التي تضمنها كتاب الله تصلح لكل شعب، تصلح لكل لغة، فلذا أمكن أن تترجم وتقوم بها الحجة. يقول كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي،
وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية فيها بيان مهم لمعنى إقامة الحجة. فإقامة الحجة هي البيان، أما فهمها فليس في قدرة أحد، ليس في قدرة الرسل. وقد قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، شر الدواب. فهؤلاء لم يفهموا، بدليل لو أنه قال لا أسمعهم، إذن هو لم يسمعهم. والسماع هنا سماع الفهم وليس الاستجابة، لأنه قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فدل ذلك على أنه سماع الفهم، فهم لم يفهموا، مع أن البيان قد حصل بوصول الحجة بلسانهم وبلسان قومهم، كما ذكرنا غيرهم بالترجمة. هؤلاء الذين نزل فيهم كانوا عربا ولم يفهموا لشدة الإعراض، كما هو حال كثير من الأمم اليوم، يسمعون عن الإسلام وعن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يبحثون ولا يعني ينظرون في هذا الأمر، ويقولون الأمر لا يعنينا، ويظلون على ما عليه مجتمعهم، لا يبحثون في أصل قضية التوحيد ولا قضية النبوة والرسالة، ولا يبحثون في أصل وجود الحياة ولا النهاية بعد الموت ولا شيء على الإطلاق، لا يفكرون في هذا. تأتيهم الأخبار عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يفكرون لا يلتفتون. فمثل هؤلاء إعراضهم هو سبب عدم فهمهم، وإلا فقد بين سبحانه وتعالى أن أكثر يعني الكفار ممن يجهلون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فليس فقط الكفار هم المعاندون، بل من كان جاهلا معرضا عن الحق بعد أن جاء لم يرفع له رأسا، فهذا كافر جاهل بإعراضه ضل ولا يضل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فهذا النوع هو الذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين في الطبقة 17، وهي طبقة المقلدون من الكفار. وحاول بعض أهل البدع في زماننا أن يجعلها في من جاهل بعض مسائل الدين ولو من مسائل التوحيد، ممن يشهد الشهادتين ويصدق بهما إجمالا، جماعات التوقف والتكفير، تذكر هذه الطبقة وتطبقها على عوام المسلمين بزعم وجود أنواع من الكفر، مع أن هذا الأمر فيه تفاصيل كثيرة في المسائل التي يكفر فيها من جهة النوع. ثم لابد من إقامة الحجة بالبيان، لا نشترط فهم الحجة، ولكن لابد من البيان، البيان بأن ما أنتم عليه مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من كذب الرسول إجمالا فقد ضل مجملا، لأنه كذبه ابتداء. ومن صدقه إجمالا ثم لم يعلم ما جاء به من التفصيل لا يكون قد بين له حتى يأتيه البيان التفصيلي أن هذا مما جاء به الرسول. لكن لو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق التوحيد مجملا فإنه يكون قد دخل في الإسلام، وليس كمن كذب الرسول مجملا. وكما ذكرنا
فرق بين فهم الحجة وقيام الحجة. قيام الحجة بأن يكون باللسان الذي يفهمه الشخص، عشان كده بقول بطريقة يفهمها مثله، عشان قلنا قال بلسان قومي يبقى بلسان، يعني واحد على سبيل المثال أعجمي يبقى لازم الكلام كلام الوحي فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بيه بلسانه. لو واحد على سبيل المثال من العامة الذين لا يعرفون اللغة العربية، لو سمعوا الآيات لم يفهموا معانيها، لابد أن يبين لهم ذلك بيه باللغة التي يفهمونها. كن واحد بقى قاعد مصر انه ما يفهمش، علشان انت راجل ايه يعني اللي بيكلمهم ده راجل مش عاجبهم، هذا لا اعتبار به. كما كان المشركون في تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يعجبهم ان يكون هو الرسول، لم يعتد بذلك. العبرة ان يأتيهم البيان، الآية دي هي العمدة في هذا، حصول البيان. اما ان هو يكون الرجل ده شيخ عندهم، لا متطرف، لا ارهابي، لا، العبرة حصل البيان ولا لا؟ العبرة وصل ما جاء به الرسول بينا لهؤلاء الناس ام لا؟ ما وصلهمش بينا يبقى لم تقم عليهم الحجة. وصلهم بينا وهم مش مصرين على الاعراض يبقى قامت عليهم الحجة. وصلهم بينا وفهموا الحجة وكرهوا ما فيها يبقى قامت عليهم الحجة وزيادة. معنى كده؟ فهذه المسألة في غاية الأهمية، أن الحجة تكون بالبيان. وقال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن فهو الذي قامت عليه الحجة. من بلغه كيف؟ عشان بعض الناس يقول لك طب ما زالت القرآن الكريم شغال 24 ساعة. لا، بلسان قومه، واحد عامي تكلمه بالعامية، واحد توضح له الآيات وتفسرها له بطريقة ايه يفهمها مثله بلسان قومه، بالطريقة الناس متفاوتة. ممكن واحد يديهم خطبة عصماء باللغة العربية والناس طلعت ايه ما فهمتش حاجة. ممكن ما يشغلهاش هو، مش ليس اعتبار فعلا ان هو يقول ان اذاعه القران كانت شغاله يبقى لازم الايات دي تكون وصلته، وممكن هو مش منتبه لها، فلا بد ان ينبه ولا بد ان يبين له ان هذا خلاف الايه التي تسمعها بطريقه يفهمها مثله. لا مش شرط، يعني على سبيل المثال واحد كان بينكر ان في ايه في القران بتقول مثلا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وبعدين هو ماشي كده سمع ايه الاذاعه وإذاعة القران والشيخ عبد الصمد بيقرا وكل المسلمين عارفين ان دي بتذيع ايه ايات القران، فسمع الايه كده قامت عليه الحجه. اما انا بقى هعمل الكلام ده ازاي لما انا ابينها له؟ يعني احنا في فرق بين ان الحجة تكون قد قامت، وبين ان انا احكم بمقتضى ذلك لو انا كنت اعلم وانا ما اعرفش. يعني ممكن انا ما اعرفش ان الرجل ده حصل له كده، اتوقف عن اثبات ان الحجة قد قامت، وربما كانت قد قامت عليه، بس انا علشان الذي له انفاذ الحكم هنقول ده الرسول، ده الرجل ده مكذب للمعلوم من الدين بالضرورة، مكذب بالتوحيد، لازم احنا اللي نتولى إقامة الايه الحجة. الا شيء انتشر العلم به بين جميع المسلمين في هذه المحلة في المكان ده، يبقى كذا قامت الحجة بهذا المنتشر على الجميع. يتفاوت في زمن عن زمن ومن مكان لمكان، لكن عموما العبرة به انتشار العلم به. لكن ممكن تقوم الحجة ب زي ما قلت واحد ماشي سمع الآيات من عبد الباسط مثلا أو من الحصري وهو عارف أنه بيقرأ القرآن، ثبتت عليه الحجة به؟ ما يجوزش بعد كده يقول إيه أصلا مش مقتنع بالموضوع ده، دي كده قامت عليه الحجة. أنا بقى هعرف منين؟ القاضي الحاكم المفتي أهل العلم اللي هيتعرضوا لتكفير معين لابد أن يقيمهم الإيه
الحجة إلا لو علموا بالدلالات والبينات والشهود أن فلان قد قامت عليه الحجة. عشان مسائل التكفير مسائل خطيرة، قد لا نعلم أن فلانا قد قامت عليه الحجة التي يكفر منكرها حتى نحكم عليه بذلك، وقد يعرف ذلك بعض أهل العلم، فمن علم إقامة الحجة كفره، ومن لم يعلم امتنع من تكفيره. وهذه مسائل قد يختلف فيها الاجتهاد، ولا يصح أن تكون مع اختلاف الحال يعني ومع اختلاف الاجتهاد أمرا يضلل فيه المخالف، إلا إذا كان الأمر قد وضح جليا، حاجة زالت فيها الشبهة. نقول تكفير شخص بعين، في علماء كفروه، في علماء ما كفروهوش عشان مش عارفين إقامة الحجة مثلا، ما ينفعش إن اللي كفروا يقولوا على التانيين مبتدعين فضلا ان يقول عليهم كفرة، زي بعض المبتدعين المعاصرين اللي اتباع واحد اسمه الحازمي اللي داعش بيقول عليه خوارج. داعش بيقول عليه خوارج ليه؟ عشان هو بيكفر من يعذر بالجهل، مجرد انه هو حد يقول بعذر بالجهل، وان فيه مش هنكفر المعين الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، يبقى انتوا كفره ولا يعذر بالله. مش مبتدعين كمان، ده بيجعلون يكفر من يقول ذلك. ليه؟ انت ما عندوش حاجه اسمها فرق بين المستفيض علمه او المنتشر علمه بين الناس وبين ما ليس كذلك، فضلا بقى ان هو يكون غلطان اصلا في مسائل التكفير. يعني دي ممكن مسائل لا يكفر بها، او يكفر بها ولكن لم تنتشر، فلا بد من البيان. فاذا كان الامر في اختلاف مش في تكفير المعين، لا بد ان يكون هناك عذر في ذلك. لا تبدع من خالفك لان ربما ما اطلعش، عشان بنقول وقد تكون قد قامت الحجه. يعني واحد فعلا معتقد ان في ناس كتير قامت عليهم الحجج وكفروا، ونحن يلزمنا ان نعاملهم كمسلمين عشان احنا ما عرفناش، لكن هم ممكن يكون اعتقادهم وصل لدرجه مثلا الشك في صحه دين الاسلام والعياذ بالله، او عندهم ان دين الاسلام ظلم اصنافا من الناس، او ان دين الاسلام ده جايب خرافات وخزعبلات مثلا، وبيتكلمش. نعمل ايه احنا؟ مش هنكفره، بس هو يكون كافر عند ربنا، منافق في الباطن، او حتى علم البعض نفاقه واحنا ما عرفناش، يبقى لا يلزمنا الا ان نبين له اولا، اما الفهم فليس بايدينا. هذا الذي تدل عليه الايه، ليبين لهم فيضل الله من يشاء. الناس اللي ضلت دي ايه اللي حصل لها؟ ما فهمتش، ربنا سماهم ضلال، مش بس ان هم معاندين معنا كده. ضل دي تشمل الكافر الجاهل الذي ولكن اكثرهم يجهلون ولكن اكثرهم لا يعلمون، يعني بعد ان قامت عليهم الحجج اتتهم الايات لكن اعرضوا عنها. وتشمل كذلك من عاندوا فهموا ولكن كرهوا الحق وعادوه وابغضوه، كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. فهذا النوع من الناس زي اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، دول المغضوب عليهم. والضالون مثل النصارى، وهذا كله بعد قد ان قامت الحجه. يبقى عندنا فرق بين قيام الحجه واقامه الحجه وفهم الحجه. ممكن تكون الحجه قد قامت ولو بغير مكلف، صبيه عنده 10 سنين، الناس عارفه انه حافظ القران، سمعوه وهو بيقرا القران وعرفوا انه ده القران، وبعدين مش عاجبهم والعياذ بالله، يبقوا كفار. انا هعتمد على ايه؟ مش هعتمد على كده. لو انا ببحث في ايمان انسان او كفر انسان، اذا كنت انا حاكم ولا قاضي ولا مفتي او حد جاي مثلا، واحده جايه تقول لي ده جوزي بيقول كذا كذا كذا، هقول لها ده جوزك ولا مش جوزك؟ ده افتاء اهو مثلا. واحده مره جات لي وقالت لي انا جوزي قال لي انا لا هصوم رمضان ولا هصلي ولا هغتسل من الجنابه، انا اترفع عني الكلام ده كله.
ولو جبت لي شيخ هقول له صوم رمضان فرض والصلاة واجبة والغسل جنازة واجب وهي كذابة اعمل ايه؟ فقلت لها انت لو فعلا حصل كده ده راجل ليس مسلما وانت سمعتيه بنفسك وانت كده يلزمك تخترعي منه وتطلقي منه. لكن انا لو جبتهولي وقال لي الكلام ده هقول له ايه؟ مش هقول له انت مسلم ودي مراتك، لكن هي سمعته كده شخصيا ماشي كده؟ هي اللي يلزمها، لانه في الحقيقه انكر معلوم من الدين بالضروره حتى ولو كان هو فاكر نفسه ايه؟ وصل ماشي كده؟ بس بينكر الصلاه الخمس، بينكر ايه؟ صوم رمضان. يعني النهارده صوم رمضان يعرفه اوباما وبتاع ده وترامب، عارفين رمضان عند المسلمين بايه؟ بيصوموا ماشي كده؟ اليهود عارفين كده، المسلمين عارفين. فيجي واحد يقول صوم رمضان مش فرض عليا، يبقى ده بينكر المعلوم من الدين بالضروره. يعني الصيام الشهره فيه ربما يعني تكون اكتر من الصلاه. يعني مره كنت بسال واحده كده عايزه ايه، عايزه مساعده، فبعدين قلت لها انت بتصلي؟ شوف على اساس ان احنا بنقول ان احنا ايه اللي بيصلي هنساعده. قالت لي بصلي. قلت لها طب المغرب كام ركعه؟ قالت لي خمسه. طب والعشاء؟ ثلاثه. وانا اقول لها انت بتقولي يا ست انت قالت السلام معلش انا من بورسعيد. قلت لها طب بتوع بورسعيد؟ والله فاكرها كان مره كده قدام مسجد الفاروق. قلت لها طب بتوع بورسعيد ما يعني ما يحبوش الصلاه. فتبين انها مش فاهمه فعلا وانها مش عارفه الموضوع. فهذا الامر وارد، لكن صيام رمضان ده مستحيل. ولذلك تلاقي كان في مره السادات كان بيتكلم على واحد صحفي، فقال كل الناس عارفه انه ما بيصومش رمضان، ده اصلا ملحد مش عارف، مع انه ربما يتكلم معانا لما كان بيتكلم معانا هذا الشخص نفسه. يعني كان بيتكلم كلام حلو جدا وبيقول انا ما انا مريض وراجل كبير، بس عشان ما يعني ما افطرش قدام المسلمين بطلع بره عشان ايه؟ افطر عشان ابقى مسافر، عشان ما بس انا مريض وكان كبر في السن. الله اعلم ده نعمل ايه بقى؟ احنا مالنا؟ احنا نقول عليه ايه؟ مسلم. ما عندناش بينه ان هو ايه؟ انه فعلا كان هو في شبابه وغير من غير مرض ومن غير اي حاجه بيفطر في رمضان، يرى عدم وجوب صوم رمضان او يسخر من صوم ايه؟ رمضان. ده مثال. تبقى الحجه قامت، بس انا عشان احكم لازم اقيمها واتاكد منها. وقد يكون هو كافر عند ربنا لان الحجه قد قامت، لانه هو سمع الايات وعرف وانتشر العلم بذلك، فما فيش اعتبار حتى لو انا حكمت باسلامه. بنا بقى المنافقين بيحكم باسلامهم هم ايه؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما زيد رضي الله عنه قال ان عبد الله بن ابي هو اللي قال ليخرجن العز منها الاذل، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منها الاذل، وابي بن عبد الله بن ابي انكر، ونزلت الايات، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد صدق الله اذنك يا زيد. طب عامل عبد الله ازاي؟ فضل مسلم برضه. ليه؟ عشان البينه ما تمتش، بس راضى زيد ان هو صدقه فعلا في الباطن، لكن البينه كان لابد من ايه؟ شهيدين. طب الايه نزلت وتصدق زيد بس ما سمتش عبد الله بن ابي، قالت يقولون مش كده؟ يقولون لئن رجعنا. الضمير يعود على مين؟ على من لم يسمى قبل ذلك. فممكن يقول ده واحد تاني غيري وهو قال كده مش انا لم اقل. فدي نقطة مهمة جدا في هذا الباب، قيام الحجة، اقامة الحجة، فهم الحجة. في فرق بين هذه وايه؟ بين هذه المصطلحات. لا يلزم العناد حتى يكفر الإنسان، بل يكفي الإعراض عن فهم الحجة التي يكفر مخالفها. إيه؟ وإقامة الحجة، إقامة الحجة دي وظيفة مين بقى؟ وظيفة القاضي والحاكم والمفتي. فهمها. الراجل عنده فعلا شبهات حول دين الإسلام. هنعمل له إيه؟ ليس بأيدينا. يا رب اهديه. عشان كده قلت لك دي قامت الحجه فعلا، ويكون الراجل كفر فعلا.
قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكر: وما أرسلنا إلى أمة من الأمم يا محمد من قبلك ومن قبل قومك رسولا إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم ليبين لهم، يقول ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونهيه ليثبت حجة الله عليهم، ثم التوفيق والخذلان بيد الله. يبقى هو عليه الإفهام، أما حصول الفهم محتاج إقبال مش إعراض، محتاج تركيز. ممكن توصل الناس تسمع الكلام واحد قاعد سرحان ولا كأنه حاضر ويقول ده قال كلام تاني، مش ربنا ده كده قامت ولا لا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى ربنا ذمهم ولا لا؟ أعظم الذم والعياذ بالله. يقول ثم التوفيق والخذلان بيد الله، فيخذل عن قبول ما أتاه به رسوله من عنده من شاء منهم، ووفق لقبوله من شاء، ولذلك رفع فيضل. يضل دي مش معطوفة على يبين، عشان كده ليبين دينام التعليل، عشان كده نصبت فعل مضارع. فيضل مش معطوفة عليها دي، أريد به الابتداء للعطف على ما قبله، يعني دي جملة جديدة. فيضل الله من يشاء كما قيل لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، مش ان ربنا لأجل البيان يقر، بل هو أخبرنا بذلك ليبين لنا، ثم هو عز وجل يقر في الأرحام ما يشاء، وهو العزيز الذي لا يمتنع مما أراده من ضلال أو هداية من أراد ذلك به، لا يمكن أن يمانع عز وجل. الحكيم في توفيقه للإيمان من وفقه له، وهدايته له من هداه إليه، وفي إضلاله من أضل عنه، وفي غير ذلك من تدبيره. عن قتادة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه ما كانت. قال الله عز وجل ليبين لهم الذي أرسل إليهم ليتخذ بذلك الحجة. قال الله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نقول يا هذا أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.